اخويا هادشي اللي وقع راه ما موالفين وش حنا وش فهمشيني بنادم كدوي معاك كتقول لي طلع داركم كي صحابك نتايا كتحكم فيه كي صحابك انت بحال لا فهمشيني ما كيتقبلهاش الضمير ديالو فهمشيني تقول لي طلع داركم الدراري الوقايه هنا احسن حوانا مشى مول ساكن خدامين نهار كامل عنده واحد 12 ساعه ولا 10 السوايع كيخدم على احسن حوانا مسكين هما النهار كامل هما مطايفين معاهم فهمشيني هما نار كامل هما ممنوعه ما كاش من مشيتي ليه الا مشيتي ليه غتلقى ممنوع السباحه راه فين واقفين الدري لابسه البيض غتلقى تما ممنوع السباحه ورغم ذلك بنادم كيعوم واش فهمتيني هي هما ضربوهم واش كان بوحدو واش شنو كانوا مع الدري صحاب كانوا مع على ما قالوا شودعين قال لك كانوا مع شي ثلاثه وما بين ثلاثه حتى اربعه الدراري واش فهمتيني تلاحوا جوج جفدوهم واحد مات فهمتيني يعني واحد لحد الان بقى كيقلبوا عليه لحد الان بقى كيقلبوا عليه الدراري داروا كثر من جهدهم جي تسكي راه دخلت كثر من ست المرات دابا هي كدور الا صورتي معايا جي تسكي ممكن تصور معايا جي تسكي الا صورتي معايا جي تسكي راه هي حتى هي كيقلبوا عليها واش نقول لك ما بين 18 22 23 عام شنو واش فلاح تضرب دابا هما كانوا كيبلونجيو بلونج الاول بلونج الثاني كتعشق عارف حتى البحر كيكون زوين كيعجبك الماء كتقول صافي انا البحر زوين كتديرو في كرشك قلت لي هو فهمتيني البحر بدا كيعمر شويه فهمتيني البحر طلع هو ما شنو كيعومش في الفندق صافي تلاح حتى حرك ليه ما غيتشضرب في راسو ملي غيبون تشضرب في راسو علاش تشضرب في راسو قلبوا عليه الدراري واش علاش بحال كاين الكريتي الماء كيجر من الجحش صافي بط قلبوا عليه الدراري تاع يوم ما لقاوش واش فهمتيني جوج طلعوا مشاو صحابو مشاو عاد شكون هما ما كاينينش صحابو هو ما غيبقى واقف هو صاحبو مات غيبقى واقف هنا راه ما يمكنش ضروري فهمتيني بنادم وقع وقع مشكل راه زادو في حاله وماشي هاد البلاصه هادي ماشي هاد البلاصه هادي راه البحور كامل كاع اللي ما فيهمش وقايه عندك لا عندك من عندك من لامارين حتى القايد الثاني هاد البلايص كاملين بحال هكا فهمتيني كيجي بنادم كيبلونجي كيعوم كيصحاب لهم بحر هو البلاصه حنا اللي كاينين فيها شنو سميتها؟ هذيك محسوبه على بحر السعاده كيقولوا لها الشهديه البلاصه معروفه بالقايد عين السبع هنا كواحد الشاب اللي كان غرق وشفنا يعني المنقذين يعني اللي جيبس الجيتسكي الناس تقلب مازال الدراري خو اسمح لي نقاطعك خو الدراري هنا بالواقع المدني داروا خدمتهم 34 واحد انا ما خدامش في هذا البحر واخا رغم ذلك دخلت معاهم وهاد الدري اللي مات لا هو ولا اللي غيره انت خويا دور الكاميرا شوفنا اش مكتوب دور الكاميرا هذا هو الكاميرا ورجع معاك راه اللي كيدخل هنايا راه كيحكم على راسو بالموت وهما الدراري ما كاينش اللي ما طاش ليه ظفر ورجلو كلشي الدراري خرجوا دمايات كاع الدراري مساكن هذا الواقع المدني كلشي خرج دمايات مضروب وجهه واحد مضروب انا دخلت معاهم انت هو طار ظفري ظفري طار تحيه هنا انا افيك بليزير مع الدراري من هنا كيدخلوا الناس هنا هما راه ما عندهمش حق كاع اصلا يدخلوا راه ممنوع السباحه وراه شي اللي كانوا الدراري مات راه ضرب راسو ما حضرش وهنا خويا ممنوع العوم هاد البلاصه كلها ويدان ما خاص حتى شي واحد يعوم صعيبه بزاف راه كل ما كانت صعيبه راه كنا ندير لنا الناس اللي يقابلوها راه كاتبين من العومان حيت ما خاص حتى شي واحد يعوم واش كيبان لك البلاصه ديال العومان راه الناس فين كتعوم ليه وجي هنا بلاصه ممنوع فيها العومان ومليوح فيها يعني راه تحمل مسؤوليته راه شي اللي كاين الله يرحمو الاصدقاء ديالو اللي كانوا معاه فينا وما فينش الدراري صغار ماشي شي وحدين يعني هما واخدين داك الفيديو اللي داروا كاك راه اساس باش يضحكوا حق راه الدري صاحبنا غرق ما كيصحبوش راه كيغرق ما كيصحبوش راه كيغرق زعما باش يضحكوا عليه ملي شافوا الدري غرق راه هربوا حتى هما تخلعوا زادوا بحال هكا اخويا راه ممنوع العومان هنايا وراه شي اللي كاين على ابو عيسى عدي 19 عام حنا من ساكنه السيد عبد الله بن الحاج هذيك الناريات مات الدريه عندها 18 عام الى سد الباك ومات الدري عاوتاني في هذا البحر وهذا البحر اصلا خطر فيه بزاف ديال الويدان
حنا الدراري ديال سيدي عبد الله بن الحاج، هاد الدري كان كان كيعوم اليوم، فعلى الله مساء كان كيعوم هاد الدري مكتاب ليه بانه غادي يغرق، ما عاد ما هاد الدري مكتاب ليه فعلى الله مساء، ولكن ولكن بغينا نتشذ واحد البلاصه. انا دابا صورت هاد البلاصه اللي ممنوع فيها السباحه، ممنوع فيها السباحه حيد خاصهم يحطوا 100 ممنوع فيها السباحه. ولكن اخويا خاصك تعرف واحد الحاجه، اصلا هنا كاينين اللي متناظر كاع ما مدينها فيك اصلا، موت عوم دبر راسك، مدينا في الدريات حاطين الدريات ما مديناش فيك انت عوم اصلا. هادو اتهامات اللي ما عندنا ما نديرو بهم، حنا كندويو على الواقع. ها اتهامات انا داوي انا 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 داوي كعلى السيد عبد الله بن الحاج اللي خدام اللي خدامين هنا ماشي كندافع عليه، ولكن كيكون مسؤول على البلاصه المحروسه، مسؤول على البلاصه المحروسه. حنا انا بعدا اقسم بالله كنقول الحقيقه، الدراري اللي خدامين في السعاده المتناظر ديال السعاده الواقع شنو حاضر انت؟ كنت ليه كنا حاضر ليه السعاده. دابا الدري كيعوم طاح من وراء القادو الدراري صحابو بداو كيضحكوا معاه كيصحابو بان ما غادي يغرق، كيصوروا فيه الدراري غادي به الواد صافي زروا الواد داه الواد فعل الله ما شاء. حنا انا اللي بغيت نقول لك 100 نظر ديال السعاده راه كيديروا خدمتهم، ما نكذبش عليك الدراري كيديروا خدمتهم، اما تما سير تما النحله لقدام بغات لغاس لي 100 نظر كاع والو، لي 100 نظر لي 100 نظر ما كاينينش، وخا الانسان كاع اصلا اللي غرق تما كاينه. حنا بغينا يدار حل، ما بقيناش بغينا نسمعوا، ما بقيناش بغينا نسمعوا حنا اصلا الموت دائما، بغينا تحسن الامور هنا في شاطئ النحله والسعاده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.